الفن والثقافة جمعوا العائلة العربية ككل، من المبدعين للمنتجين للمخرجين لأصحاب التكنولوجيا للسياسيين، والحمد لله. وزاد الحاجة الهامة كانوا بفضل النظام التكنولوجي اللي عملته المنظمة في أي مكان في العالم، في 270 دولة 270 مدينة نجموا نعدي بنفس الكواليتي البرامج على المباشر. هذا الكل تقدم كبير بفضل التعاون العربي بين اللقيان في الجزائر، في السودان، في السعودية، في جميع البلدان العربية، وهذا فخر يلزمنا إن شاء الله نكملوا على هذا المنوال. كنت فرحانة على الآخر، يعني حتى كيف غنيت معتها حسيت روحي نغني يعني للأهلي وناسي والعالم العربي، فحاجة مهمة جدا بالنسبة لينا. إن شاء الله يتواصلوا برشا حاجات إن شاء الله في المستقبل. بالنسبة للحاجات الجديدة عندي بعض من الأغاني، لكن ما حبيت نوقف توا، يعني ما نحبش يعني نخرجهم بسرعة، خليت يعني يفوت الصيف إن شاء الله. وكذلك عندي في الصيف ما نحبش نحرق المراحل، باش نكون موجودة في المهرجانات الكبيرة، يعني سواء كارتاج أو عاصمة ثقافية صفاقس. وكذلك فما حاجات أخرى مازلت معتها ما تحصلتش على المواعيد يعني صحيحة. عملت خصيصا للمهرجان هذا، والحمد لله فهمني توجنا. كنا فهمني كيما حليمة داود كانت رائعة في الدور، معناتها بصفة غريبة 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 فهمني. كذلك الممثلين معناتها خدمنا في ورشة، وأول عمل هذا يتعمل معناتها في ورشة. خدمت أنا كمخرج، خدم معايا أنور، خدم معايا فهمني جريجي على النص، فما عماد زادة كيف معناتها الناس الكل خدمنا وناس الكل توجنا والحمد لله. ساعدنا بهذه الجائزة لأنها تقدير لما تقدمه إذاعة بي بي سي من خدمة إخبارية منوعة لجمهورنا في المنطقة العربية، وتقدير للجهود التي بذلت على مدار سنوات طويلة لتطوير المحتوى الإخباري الذي نقدمه. مرة هذه جائزة ثانية الحمد لله ربي، كانت حق على اللاجئين ومعاناة اللاجئين في سوريا، اللاجئين السوريين اللي ولدوا على ألمانيا. نأكد لبرنامج شباب توك برنامج ناجح ويحظى بعناية اللجنة لجنة. هيدي لفتة حلوة والله يقويهم على هيدي اللفتة، لازم تكرموا على عطاءاتكم اللي عم تقدموها في سبيل الفن وفي سبيل افراح الناس يعني او بسط الناس. باذن الله راح نكون بمهرجانات هيدي الصيفيه مع البوم جديد ان شاء الله.